كنا مبلشين دوام بأول يوم، بيجي محمد هيشان لعنا على المركز حابب ينتسب للدورة، ولكن كان خلص التسجيل، وكان مثل ما حكينا انه الشرط لازم يكون بيعرف يشتغل على او مبادئ الكمبيوتر لحتى يقدر يبلش يفوت معي بموضوع البرمجة. وحسيت بموضوع الحماس الموجود عنده بصراحة أثر فيني. قلت له إذا بتوعدني تشتغل بشكل مضاعف أنه تتعلم على الكمبيوتر خلال أسبوع أو خلال فترة وجيزة وأنا بكون عم ساعدك لحتى تقدر تلتحق بأصدقائك، يعني خلال أول أسبوع، ثاني أسبوع، ثالث أسبوع، كان عم ينتقل من مرحلة للثاني بشكل كتير سريع. فهالشيء كثير رح يحمي اهالي المخيم. رفعنا اسمه للاداره كشخص متفوق وحابب يتعلم، وهو كان منقطع عن التعليم والحمد لله هلا رجع على المدرسه وعم يجي يساعدنا كل اسبوع بمشروع ستيم، حتى صار عنده القدره انه يعطي الصف من الاول للاخر من A to Z لحاله. على هالعلب هاي بهالعلب هاي احنا فينا نطبق المخيم بمواصفات قياسيه. بعد هالشيء انا طبعا صار في عندي جرأة وصار في عندي اني قدره اني بعطي بغير اماكن، فتطوعت بجمعيه طبيه كمان وعم بشتغل فيها هلا بالمخيمات اللاجئين. فانا اطلب من كل شاب وشابه انه ما بيتركوا علمهم وبيرجعوا بيتعلموا، وهذا الشيء افضل لهم. يعني الواحد لازم يطلب العلم وين ما كان.